وبننقل لحضراتكم بثا مباشرا في بداية حصاد محصول القمح، المحصول الاستراتيجي والذي يعتبره المزارعون هنا بمحافظة الشرقية ويمكن بأرجاء محافظات جمهورية مصر العربية أنه المحصول الاستراتيجي والذي يعوض كل مصروفاتهم ويكون يعني توقيت خير حصاد هذا المحصول يعتبر خير كبير جدا للمزارعين في محافظة الشرقية. نحن بالتحديد في منطقة حدودية بين مركز أبو كبير ومركز كفر صخر لمحافظة الشرقية. المنطقة اللي احنا عليها ده اسمه مصر فصان، وهذه الزراعات كما ترون يعني تملأ على مدد الشوف كما كانت يعني الأشعار والأغاني التي كان يجدو بها الفنان عبد الحليم حافظ على مدد الشوف. هذه الزراعات التي تبشر بالخير القادم لمصرنا الحبيبة. يعني انطلق محصول يعني حصاد محصول القمح منذ أيام قليلة جدا وسط يعني ابتهاج وفرح من المزارعين، كله هنا أو هنا يؤكد أن المحصول بإذن الله سيعود عليهم بهامش ربح يعني مرضي جدا. كله هنا يثني على الحكومة وعلى ما فعلته بالنسبة لأي موضوع خاص بمحصول القمح من زيادة أسعار، وطبعا بتدخل القيادة السياسية من زيادة أسعار ووضع أسعار يعني تحقق لهم ربحا يرضيهم تماما. المزارعين كما ترون متواجدون أثناء الحصاد، رغم أن الحصاد يتم بالميكنات الزراعية كما ترون حضراتكم، إلا أن المزارعون متواجدون. هنتكلم معاهم وهنعرف النهاردة بيمثل لهم إيه. السلام عليكم. وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا سعادة الباشا. أولا علشان شهر رمضان الكريم، وثانيا علشان بدايات محصول أو حصاد محصول القمح. نعم. قول لي النهاردة يعني بيمثل لكم إيه. أنت قبل ما نطلع البث بتقول لي إحنا بنحس إن إحنا النهاردة كل العناء اللي دعيناه والتعب اللي تعبناه النهاردة بنشعر أننا يعني ربنا هيرضينا جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي النهارده انت بتحصد ازاي وبيتم الحصاد ازاي وزرعت ازاي وايه اللي تم معاك؟ والله احنا يعني زرعنا الغله في معادها عادي واول هتور واللهم صل على النبي، وسقيناها الميه بتاعتها المطلوبه ورشيناها ويعني عاملين كل الحاجه اللي هي المتوفره لها وحطينا لها الازوت بتاعها مظبوط. وما شاء الله يعني الغله حاجه حلوه يعني مش غله اي كلام. انا يعني شايف بسم الله ما شاء الله. السبله وريني كده بعد اذنك. كنت انت بتقول لي هات يا ابراهيم يا باشا. شايف ان السبله بسم الله ما شاء الله يعني محمله تحميله كويسه جدا. الحمد ده كله بيبشر بالخير طبعا. بيبشر بالخير ان شاء الله. بالخير الحمد لله. الاسعار اللي تم وضعها انت يا شايفين انا لا موجز يا خالص. واحنا بنشكر السيادة الرئيس وبنهنيه وربنا يديله الصحه يا رب ويجازيه خير. يعني الاسعار مرضيه وان شاء الله باذن الله. انت بتقول لي ان شاء الله انا ممكن اكون رقم واحد من بالنسبه للانتاج على مستوى الشرقيه. ان شاء الله. انت قول لي بقى يعني الدعم اللي دعمته لهذه الارض بالنسبه للاسمده والازوتات والحاجات اللي بتتكلم عنها. الارض دي كانت مطرح بنجر وكنا احنا مسبخينها ومدينها الازوت بتاعها يعني، وغير كده كمان مش فيها اي حشائش خالص فعلا. مش فيها اي حشائش لان احنا يعني منظفينها باستمرار يعني مش فيها اي مشكله. المساحات كام عندك؟ دي ما شاء الله في الدنيين. تمام. في الدنيين. تمام. انت فعلا يعني متوقع ان انت ممكن يكون انت رقم واحد على في توريد القمح يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني نسجل معاك وانت تكون هو رقم واحد. انا عايزك تقول لي ان يعني حصاد القمح في هذه الايام الجميله ونشوف يا يعني سبحان الله احنا في رمضان والجو يعني معقول. ربنا بيجود. ده رضا من الله عز وجل. رضا من الله يا سيدي والله رضا الحمد لله. جنة الله في ارض مصر. نعم جنة الله في ارض مصر. انتوا بتصحوا الصبح الساعه كام كده؟ احنا بنسحر
وبنفضل بعد السحور الواحد بيقرا شويه قران، وبعدين بقى طبعا بيقوم يشوف مصالحه وكلام من ده على اساس يسعى. يعني اصل الواحد طبيعي ما يبلوش نوم تاني يعني بصراحه. يعني انا بقى ما ينفعش ننام بعد لا 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 يعني احنا بنصلي خف القدم ترتخون نعم بنصلي الفجر والواحد بيقعد يقرا قران ومش عارف ايه شويه لما النهار بيبدا يلمع يبدا يسعى. ده ابنك؟ لا دي ابن اخويا اشرف، دي ابراهيم ابن ابراهيم. يا اهلا وسهلا، انت عرفتني بنفسك؟ انا ايمن عبد القادر عبد الباقي، مامور ضرايب في ضرايب العقاريه، وفي نفس الوقت بسعى لوكل العيش برضه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اشرف قول لي انت عندك كم سنه؟ ابراهيم انا عندي 16 سنة. جميل يا ابراهيم. ابراهيم يعني ابنك الكبير ولا ايه؟ لا ابن الصغير كمان. الكبير في كلية علوم. وده قايم معاك من الفجر زي ما انت بتقول ما بينامش؟ ما بينامش. لا ما بينامش. لا لا ماشي. امال بينام امتى بقى؟ لا بينام بعد ما نخلص مصلحته. بصراحة عمل لازم يشوف العمل ورانا. لازم تشوف العمل. هو لوحده لازم يسعى. هو لوحده من غير ما تقولوا له قوم ونام تلقائي كده. تلقائي. جميل قوي والله. ايوه مش مهندس يعني بصراحه يعني حاجه جميله جدا. اسره يعني متحابه في الله. اخويا وابن اخويا والارض على بعضها، لا في حدوده ولا في مشاكل ولا زي ربنا مبارك والله. اللهم لك الحمد. والله ربنا مبارك الحمد لله. قول لي بقى محصول القمح كده لما بنيجي نحصده بيبقى بالنسبه لكم بيمثل ايه؟ يعني النهارده انا جاي احصد. لا طبعا يوم النهارده يوم سعيد، الواحد مبسوط طبعا. يعني خير الحمد لله. يوم عيد كلها يا رب. يوم عيد الحمد لله. نعم نعم ده خير داخل. ده خير داخلين لنا النهارده يوم عيد جميل كده احلى من كل حاجه والله. بتاجلوا كل المصالح لحين الحصاد؟ يعني مثلا حد هيتجوز، حد هيبقى طبيعي على الزرع. كله على الزرع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني نقول لكم كل عام وحضراتكم بخير وان شاء الله باذن الله. انتوا بقى انتوا هنا النهارده بتعملوا ايه؟ قول لي. بتراقبوا؟ احنا بقى سعادتك باي حاجه فيها مشكله بنشيلها بنعملها بنرفع بعيد السكه الاسفل. بص يا باشمهندس معاك هنا برضو عشان ايه نروح بعيد السكه برضو بحيث ايه ده طريق رئيسي انت بتخلي عن الطريق خالص يعني. يعني كومه زي اللي ورانا ديت انت بتشيلها وتربطها. بنتشل المشاكل بتاع واحد شارب سيجاره بتاع لا قدر الله يعني. فاحنا بنروح بنعمل على اساس ايه بتامن زرعتك يعني. تمام. الكومباين يعني انا شايف انه ماشي الحمد لله تمام. الحمد لله. بعد كده بقى انتوا بتقوموا تعملوا ايه هنا؟ لا خلاص بعد ما هو خلص وخلاص واطمأننا على دوائرها وتمام خلاص بنسيبها بقى بعد 10 ايام لما ايه نيجي ندرسها 10 ايام. بس قبل ما ندرس قبل ندرس يا ابراهيم بنيجي ولا مؤاخذه بنجيب عصيتين ان نقلبها. يعني الكوم محطوط كده تقلبه على الناحيه الثانيه. اقلبه لي كده وريني بتتعمل ازاي كده يا باشمهندس. ايوه كده على اساس طيب. الشمس هتنشف ده علشان الشمس هتنشف. يعني ضربت ده 4-5-10 ايام مثلا نشفت الحبه. 5 ايام بينشف الوش الاولاني وبعديها بروح قالبها وبتستنى 5 ايام تانيين تمام بحيث ان هي ايه يوم الدراسه تبقى ماشيه يعني. طب بعد كده ايه اللي بيتم بقى؟ خلاص انت بتاخد التبن اللي هو بتجيب مكنه الدراس وعمال معاكوا بقى ولا انت بتدرسوا؟ لا يومها بيبقى حاجه حركه اكثر من كده. يعني بيبقى في حركه في بلم بس واسبع كومين كده بلم كومين ولا كوم بحيث نوقف البور بتاع الدرس ندرس واحنا واقفين بحيث ايه بنجيب دغري من يا اماكن الناس بتقف والعمال بيلموا ويودوا عندها. الله ينور عليك. احنا بنبقى عاملينها كوم. تمام. عليك اللي بس هم بيشيلوا بس يعني انت بتكوموا ده كله في كوم واحد برضه. بتيجوا برضك في رمضان؟ لو حسن السنه اللي فاتت رسينا في رمضان، السنه دي هتيجي بعد العيد. تتسحروا وتيجوا برضه. لو درس في رمضان بنتسحر ونيجي ونصلي الفجر. مفيش نوم. تمام. تلموا الاكوام دي كلها تحطها في مكان تحطها في مكان واحد وبعد كده تيجي مكنه الدراس تقف جنبه والعمال يودوا ويحملوا الغله تنزل في ناحيه وبعد كده التبن. بالظبط كده. التبن بقى بتستخدموه تبيعوه برضك ولا بتستخدموه للمواشي؟ عندكم المواشي. عندكم المواشي. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. يعني انتوا عاملين الفلاحه مظبوطه. واحنا خدنا معدل الدراس كمان عشان احنا في موسم. يعني احنا حددنا شوف كل شيء مرتب بس انت بتعمل اللي عليك هي سعي. نعم. يعني احنا خدنا معاد للدراس ان شاء الله يوم الاربعاء اللي هو ثالث يوم العيد.
نعم ان شاء الله يعني باذن الله. انتوا برضه تنورنا برضه كيف النظام ان شاء الله. طبعا كل عام وانتم بخير واحنا معاكم مش هنسيبكم. كل متابعي اليوم السابع مبسوطين جدا من يعني المصريين والشرقوه. احنا سعداء والله اما بنشوف الناس ديت وبعدين بنتفائل خير والله. بالتوفيق ان شاء الله. الله يديك الصحه. بالنسبه لتوريد بقى القمح على طول بتخلص وتوديه على ساعتها هنكون بقى طبعا شفنا الناس. انا شايف ان في بدل الشو نتعمل الصواني فعلا في نزلة خيال. طب دي حاجه جميله قوي يعني دلوقتي كان بيحضر الاهدار وحاجات في الارض وتراب وجرف وكلام من ده. لا ديت حاجه نظيفه طبيعي ان شاء الله. حاجه ده محصول حاجات وفيد كمان الدوله ان شاء الله. يا رب يسمع منك ربنا. لا الحلوه السنه ان شاء الله باذن الله. القمح السنه دي حلو لحاجه ان الجو كان فاضي بامر الله يمشي له في 20 ادب. هو عموما وابدا يعني ان شرقيه للعام السابع على التوالي بتاخد المرحله الاولى او تطلع الاولى على محافظات مصر في توريد او انتاج القمح يعني على اساس هي في سعي برضه. ايوه في سعي ويعني واستعنا في راشه في شقيه. قول لي بقى بالنسبه لدور الزراعه معاكم هل المهندسين الزراعيين بيجوا يرشدوكم؟ طبيعي بيجي. حولك مش بيجي. لا بيجي بيشوف الوضع واحد اثنين ثلاثة. بنعمل وبنزرع وبننزل مية وبنصرف المية على طول عشان وهو معاكم بقول لكم برضك انتوا مع بعض. هو بيقول لنا واحنا بنعمل خلفية طبعا. تمام يعني منورنا يعني. او المرشد الزراعي بيقول لنا اعمل واحد اثنين ثلاثة حاضر وتعليماته حلوة حقيقي. جميل يعني راجل متعلم وعارف. نعم لازم ده راجل ويقول لك هتحط قدين ازوت مش عارف ايه كلام من ده يعني. تمام. يعني بنقول لكم كل عام وانتم بخير. طيب وباذن الله دائما وابدا الخير في مصر والخير في وفي امتي الى يوم الدين. حسب الخير في امتي الى يوم الدين. نعم ان شاء الله في مصر ان شاء الله. نعم باذن الله. واحنا بنشكر سياده الرئيس وبنقول له تبشر خير وان شاء الله ان شاء الله يقبل تمام. اذا متابعي اليوم السابع في كل مكان نقلنا لحضراتكم بثا مباشرا من قلب الريف المصري بمحافظه الشرقيه مع هؤلاء المزارعين الجمال الذين يعني قلوبهم معلقه بالله عز وجل ودائما وابدا لفظ الله عز وجل في كل كلمه ينطقون بها يواصلون الليل بالنهار حتى يجدوا مردودا عظيما وقيما يرضيهم كما يقولون ان هذه الارض يعني تعبوا فيها جدا وما فيش ما سابوش فيها حشيشه واحده ويعني اعطوها الاسمده اللازمه والكيماويات اللازمه وهم راضون تماما في هذا التوقيت حيث ان السنابل تحمل الخير الكثير وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرضيهم ويرضي كل من يسعى وكل المصريين وتظل مصر دائما هي بلد الخير بلد الامن والامان. متابعي اليوم السابع في كل مكان بنشكركم شكرا جزيلا. محدثكم حمدي عبد العظيم شكرا لكم والى اللقاء في بث اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.